بكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا ملاح يا ربي. انا لاباس الحمد لله. مرحبا بكم معايا دون زين نوفيل فيديو. كما قريتوا في العنوان، اليوم راح ندير لكم شربات نتاع بوفاريك، ان شاء الله تقيدوا بالمقادير المضبوطه وديروها وتخلوا لي تعليقاتكم. اذا هنا واش عندنا؟ هنا عندي حمض الستريك، هو اول مكون اللي مهم. اذا ما كانش عندكم ما راحش تنجح لكم هذه الشربات. هنايا غير 5000 راح تجيب لك كميه كبيره. هنا عندي ملعقه كبيرة من حمض الستريك، وهنا عندي ملون إذا تحبوا أصفر أو هذا اللون، ملون غذائي، نحتاج غير رشة صغيرة. هنا عندي اللافاني بودر، فانيليا بودر، وهنايا عندي هذايا يا المنكه، منكه تاع الليمون، وانتم شوفوا اللغام اللي عندكم، ولكن لازم تاع الليمون باش هكذاك تتماشى مع الفاكهة اللي عندكم. وهنايا عندي 300 غرام من السكر، وعندي 2 حبات ليمون يكونوا كبار هكذاك باش تجيكم كمية كبيرة. وهنايا عندي نصف كأس من الحليب، وهنايا نحتاج ماء الزهر لأنه راح نكهو به في الأخير، وعندي 2 لتر من الماء وكاس. سمعوني مليح، 2 لتر من الماء وكاس. هذه راهي تهز ريت لور نص، زدت قرعة فيها نص وكاس، يعني 2 ريتل ونصف. الآن راح نبدأ في التحضير. هنايا نفرغوا 300 غرام تاع السكر، وراح نزيدوا هذاك عصير الليمون، 2 حبات ليمون، وراح نزيد القليل من الماء، راح نزيدو غير شويه هنايا، ونبدا نميكسي فيهم حتى يذوب هذاك السكر كامل. هنا هذه العمليه فقط باش ما نبقاش نحرك يعني بيدي ويطول ما يذوب لي هذاك السكر. هنايا استعملت البرام ميكسر باش هكذاك يمتزجو مليح مليح ويذوب لي هذاك السكر كامل، حوالي دقيقتين وانتم تميكسيو فيهم. بعد ما مكسيناهم هنايا راح نحتاج الى المنكه تاع الليمون، نحتاج القليل فقط، ونحتاج رشه صغيره من الملون الغذائي. انا ما نحبش الملونات، هنا فقط باش نعطي اللون تاع الشربات. ونبقى نخلطها حوالي دقيقه هكذاك. شوفوا اللون تاعها كيفاش جاب، بزاف هايل. ميكسيوه حوالي دقيقه. من بعد هنايا نجيب هذاك الخليط تاعنا نفرغه في بول كبير، وراح نفرغ الماء تاعي يعني 2 لتر ماء، 2 لتر والكاس تاعنا. هنا فقط كنت كوبيت لانه زدت هذاك، رحت بدلت هذه، ما كفاتنيش النصف اللتر الاخرى. هنا بعد ما غيرته درت 2 لتر والكاس هذاك. هنا نزيد حمض الستريك، قلت لكم راه بزاف مهم، راكم تلقاوه عند اللي يبيعوا الحلويات، 5000 راح تجيبكم كميه معتبره. ونزيد نصف كاس هذا كان تاعنا تاع الحليب، ونبقى نميكسي فيهم. هنا انا اشاك فوا نميكسي باش هكذاك فقط نتاكد باللي كلش يعني ذاب وتميكس مليح. من بعد هنايا لازم ديروا لافاني بودر، ملعقه تكون صغيره بومبي نتاع لافاني بودر، وهنا نحتاج الى 3 ملاعق كبيره نتاع ماء زهر. هنا فقط قدامكم درت ملعقه، ولكن من بعد كنت زدت 2 هذوكا، 3 ملاعق من ماء زهر،
ونبدأ نخلط فيهم. من بعد هنايا كملنا الوصفة تاعنا، درت دي غونديل من فوق نتاع القارص وندخلوه المجمد هكذاك باش يبرد شوية، يعني ما تخلوش يجمد غير يبرد، وتزيدوا له المكعبات نتاع الثلج. وهنايا هاوليكم واجد بزاف هايله، راح تجيكم قيس يومين هكذاك. ان شاء الله تشربوها بالصحة والعافية وتجربوها وتخلوا لي في اسفل التعليقات، ونقولكم بسلامة. وهنايا نقول لكم تهلاو في رواحكم ونحبكم بزاف بزاف بزاف، ما تنساوش تخلوا لي جيم وكومنت.